ميامي وساندي وجوليا، إنها أسماء الأعاصير الأكثر فتكاً، فعلى أي أساس يتم اختيار أسماء الأعاصير؟ في أوائل الخمسينات بدأ تحديد أسماء للأعاصير والعواصف، وكانت الأسماء تتم وفقاً للأبجدية الصوتية كتشارلي وبيكر، لكن خلال العقد نفسه تم تطوير الأسماء واستخدام المؤنثة منها للتمييز بين الأعاصير المختلفة اتباعاً للتقليد البحري في إطلاق أسماء مؤنثة على السفن. فحصلت العاصفة أليس على أول اسم نسائي، وبمرور الوقت وتحديداً في أواخر السبعينات شمل نظام مسميات الأعاصير أسماء الذكور والإناث. استخدام الأسماء البشرية لتمييز الأعاصير والعواصف العاتية دون اللجوء إلى الأسماء والمصطلحات المعقدة أتاح سرعة وسهولة التعامل مع تلك الظواهر الجوية. أما إعصار دانيال الذي ضرب عدة دول والذي خلف دماراً واسعاً في ليبيا، فوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية هي من منحته هذا الاسم. وكان دانيال في البداية مجرد عاصفة استوائية، إلا أنها تفاقمت وتحولت إلى إعصار مدمر تسبب في اختفاء معالم درنا الليبية وسقوط ما يزيد على 20,000 قتيل.